طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 6. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معنا في الحلقة النهاردة وفي ضيافتنا مستر توفيق شوقي أستاذ التاريخ. مساء الخير يا مستر. ازي حضرتك، واهلا بكل طلبه الدفعه الجديده اللي طبعا قلقانين من الامتحان بشكل كبير، بس ان شاء الله في البرنامج ده احنا هنساعدهم ان احنا نوصل لاحسن مستوى من الاسئله بحيث ما يكونش قلقان خالص. ان شاء الله حلقه موفقه. ربنا يخليك. اتفضل يا حبيبي. اهلا بيكم اصدقاء الطلاب. اولا قبل ما نشرح الجزئيه الجديده اللي موجوده عندنا، احنا هنعمل نظره كده عامه على اللي هنشرحه في منهج ثالثه ثانوي كله. اول حاجه احنا هنبدا عندنا بالفصول اللي موجوده. احنا هندرس 8 فصول في المنهج، بحيث ان الفصول دي اتفضل. تمام. اولا عندنا 8 فصول في المنهج. الفصول دي بتكلمني عن تاريخ مصر الحديث. مبدئيا كده قبل ما نعرف ايه هي الفصول، لازم نعرف ان التاريخ حضرتك بيتجزأ في مصر 3 اجزاء. اول حاجه تاريخ قديم، وده اللي بيتكلم عن التاريخ الفرعوني ومصر في عهد اليونان والرومان. تاني تاريخ هو تاريخ العصور الوسطى. الوسطى هو بيكلمني عن بدايه ظهور الاسلام وقيام الدوله الاسلاميه حتى نهايه الدوله الامويه. اما التاريخ اللي احنا هندرسه الفتره دي وهو التاريخ الحديث والمعاصر، اللي هو بيكلمني من بعد سقوط الامويه، بمعنى اصح من قيام الدوله العثمانيه حتى القرن ال19، ده حديث. اما المعاصر ما بعد ال19 حتى الان، والمفروض ان الطالب خد النبذه دي بشكل صغير في الصف الاول الثانوي. طيب انا عندي ايه من منهج السنه دي؟ انا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا 8 فصول. الفصل الأول بيكلمني عن الحملة الفرنسية على مصر والشام، عملت إيه وإيه اللي أقامته في مصر، ده اللي هنعرفه. رقم 2 هو بيكلمني عن أفضل حكام مصر في الفترة في العصر الحديث، وهو العظيم محمد علي. لكن للأسف طبعا إحنا عارفين إن خلفائه ما كانوش بنفس القوة، فدي هتبقى مشكلة من بعد عصر محمد علي. الفصل الثالث بيكلمني من اول الثورة العرابية حتى الحرب العالمية الاولى، وطبعا الحرب العالمية دي بالرغم ان هي ما كانتش لينا واحنا ما كانش لينا دور فيها، بس اثرت علينا سياسيا، وده اللي هنعرفه في الفصل ده. رقم 4 هو بيكلمني في الفصل الرابع من بعد الحرب العالمية حتى الحرب العالمية الثانية، ما بين الحربين عملنا ايه. بص بقى صديقي الطالب، في الفصل الخامس والسادس انت بتشوف حاجة لأول مرة، وهو ان انت بتاخد حاجة اسمها تاريخ العرب. انت أول مرة تعرف تاريخ العرب، بس الميزة في الموضوع ان احنا بناخد هنا بشكل إيجاز صغير، مش بشكل تفصيلي زي الفصول السابقة. يعني هناخد دول مثلا كانت موجودة في غرب مصر زي تونس، جزائر، مغرب، دول كانوا تحت ايد الاحتلال الفرنسي، ازاي احتلوا وازاي استقلوا، دي نقطة. النقطة الثانية وده الأهم، ودولة مثلا زي دولة ليبيا كانت تحت ايد الاحتلال الإيطالي. أما بالنسبة لشرق مصر وبيتكلم عن الدول العربية زي شبه الجزيرة، والجزء الأهم في سوريا، لبنان، والعراق، ازاي دول تناوب عليهم الاحتلال الإنجليزي والفرنسي وازاي استقلوا. اما الفصل السابع، بص يا صديقي الطالب، عند الفصل السابع ده ونقف شويه كده صغيرين، لاني اولا بيكلمني عن جزء مهم. اول حاجه بيبدا معايا في القضيه الفلسطينيه. بص، بعيد عن المناهج، انت كطالب اتولدت لقيت ان في دوله حبيبه علينا كلنا اسمها فلسطين، احتلت وموجود الاحتلال لغايه دلوقتي، فبتسال نفسك سؤال، هل العرب كانوا ضعفاء في هذا الوقت علشان فلسطين تحتل؟ طب مصر هل ساعدت؟ كان ليها دور؟ طب باقي العرب اشتغلوا؟ احنا في الفصل ده بنلقي على الموضوع ده بالتفصيل. بنعرفك الموضوع بدا ازاي، وازاي الدول الكبرى حصل بينها تواطؤ على فلسطين عشان تحتلها بالشكل ده. ثم
بنعرف بقى مصر دخلت اربع حروب كبرى بسبب القضيه الفلسطينيه، وازاي كان لنا دور مهم في هذا الامر. اما الفصل الثامن وده الاهم اللي هو المعاصر، وده المفروض ان هو فصل غني عن التعريف لانك انت عشته، بيتكلم عن ثوره 25 يناير و 30 يونيو. بكده نكون يا استاذ احمد عملنا تلخيص سريع للي هيحصل عندنا في الفصول الثمانيه. تمام. نبدا بقى بالجزئيه بتاعه النهارده. مبدئيا كده لما نتكلم عن الحمله الفرنسيه على مصر والشام، قبل ما نتكلم فيها لازم نعرف اول حاجه، هل السؤال الاولاني، هل كانت فرنسا اول مره تيجي تحتل مصر؟ الاجابه لا. يا استاذ احمد كان عندنا اربع محاولات مستمره لاحتلال مصر، ثلاث مرات قبل هذه الحمله من فرنسا بس، من فرنسا بس. وفكرت في اكتر من ملك ان هي تاخد مصر، طبعا الاسباب مختلفه. جميل. اول حاجه بيكلمني ان في القرن ال 17 جه الملك لويس 14. لو بصينا معانا على الخريطه زمان كان في جزء كبير للتجاره بتتزعمه الدول اللي عندها واللي لديها سواحل على البحار والمحيطات. يعني اي دوله من اللي انت شايفهم دول عندها سواحل هي بتتحكم في طرق التجاره العالميه. وطبعا زي ما انت شايف ان مصر في الجزء ده ليها دور مهم لان هي بتتوسط قارات كتيره. فبدا لويس ال 14 ان هو يفكر في تفكير مهم في ضرب التجاره الهولنديه. هو ياخد مصر ويضرب التجاره الهولنديه لما موقع هولندا يفكر ان هو بدا التجاره رايحه الشرق، فهو يحتل مصر هنا فيقطع الطريق ما بين دول، بين هولندا والهند. بين هولندا والهند. لان الهند زمان، ودي معلومه اضافيه الطالب لازم يعرفها، كانت كنز. ليه؟ كان اولا ما فيهاش اي صناعه، في اي دوله اوروبيه بتحتلها بتبيع لها كل المنتجات، فدي فلوس، دوله مستهلكه يعني. طبعا. زائد الضرايب، كان فيها عدد سكاني كبير، فتخيل لما افرض ضريبه على كل الناس دي، فدي ايه؟ فدي فلوس كتيره جدا. طبعا. فهم حاولوا لكن فشلوا. دي اول مره. جميل. نيجي في القرن ال 18 لويس ال 15 فكر بطريقه سياسيه مش اقتصاديه، قال لك انا هكلم السلطان وهاخد تنازل عن السلطان العثماني ان هو يديني مصر. طبعا السلطان العثماني رفض لان مصر دي بالنسبه له منطقه مهمه جدا، فده ما ينفعش. رقم ثلاثه لويس ال 16، وده برضه ليه دور كبير في الدرس غير هذه الجزئيه، فكر بطريقه مهمه ان هو ياخد مصر. ليه؟ لو بصينا على الخريطه هنلاقي عندنا طريق تم اكتشافه اسمه طريق راس رجاء الصالح. صديقي الطالب ركز معايا. اولا انت ملاحظ ان طريق راس رجاء الصالح ده طويل جدا علشان خاطر التجاره تطلع هنا من البرتغال لغايه لما توصل الشرق الادنى عند الهند. هي طريق بعيد بس كان امان. ليه؟ لان اخر فتره المماليك كان بيسوءوا معامله الناس، فقال لك انا استخدم الطريق ده افضل لي، مسافه اطول بس اروح في امان. فهو قال لك لو انا خدت مصر ايه اللي هيحصل؟ هيكون الطريق ده معايا، بدل ما الف ده كله اثر المسافه بالنسبة. هاخد بقى ده، ما هو كده مفيش مماليك بقى، هبقى انا اللي ماسك التجاره. يبقى عشان يسهل طريق التجاره من مصر بدلا من راس الرجاء الصالح الكبير جدا، هيعمل ايه؟ هياخد مصر، لكنه برضه فشل. وتيجي بقى المره الرابعه اللي هي المره اللي نجحت. المره الرابعه دي هم قالوا، لكن ده مش سبب حقيقي، هم قالوا ان هم جايين يحموا التجاره الفرنسيه، جايين يحموا التجاره الفرنسيه دي من خطر المماليك. ده سبب كده قالوه للجنود وللناس وهما بيبرروا نفسهم، لكن ده ما حصلش وهنعرف ايه اللي حصل دلوقتي. يبقى اذا احنا عندنا اربع محاولات، لويس 14 يضرب التجاره الهنديه فشل، 15 فكر بطريقه سياسيه بتنازل السلطان العثماني لكنه فشل، ولويس 16 قال لك هياخد مصر فسهل طريق التجاره وبرده فشل. جت بقى الفكره الرابعه وهنعرف تمت ازاي. عشان نعرف يا مستر احمد ازاي ده حصل لازم نرجع لورا بالتاريخ. جميل. التاريخ بيقول لي ان قبل هذه الحمله في عام 1789 قامت حاجه مهمه اسمها الثوره الفرنسيه. هذه الثوره قامت، اولا دي اول ثوره اجتماعيه
يعني ايه اجتماعيه يا مستر؟ يعني قايمه ما بين الطبقات في المجتمع، ملهاش اي غرض سياسي خالص، ملهاش اي غرض سياسي. دول طبقات كانوا بيعانوا من الطبقه الحاكمه، اتحدوا مع بعض وعملوا ثوره. مين الطبقات دي؟ اولا المحرك، الطبقه الوسطى اللي احنا بنسميها في التاريخ الطبقه البرجوازيه، بالتحالف مع طبقه عامه الشعب. الاثنين دول اتجمعوا مع بعض وعملوا ثوره كبيره، قلبوا فيها على النظام الحاكم واعدموا الملك لويس ال16. لويس ال16 اللي كان ماسك بقى ساعتها، اعدموه. لغايه هنا دي ثوره في فرنسا، احنا مالناش دعوه. لكن الموضوع تشعب. تشعب ازاي؟ ان الملك ده لويس ال16 لما اتعدم، فرنسا اصبحت خطر. لمين؟ لباقي ملوك اوروبا. ليه؟ لان هم خافوا هذه المبادئ اللي انتشرت هنا تطلع ايه؟ عندهم. فكل ملك خاف على نفسه وخاف على عرشه. طب فين الحل؟ قالوا نتجمع مع بعض، ويبقى حلنا الوحيد ان احنا كدول نضرب فرنسا ونرجع واحد حاكم زي لويس ال16 كأن لم يكن. لكن الانقاذ العسكري لفرنسا قدر يضرب كل دول، ما عندوش مشكلة خالص ما عدا انجلترا. انجلترا دي نقطة مهمة جدا من أول تاريخنا الحديث، وهي بتتحكم في نقط مهمة. هقول لحضرتك باختصار إزاي على الخريطة تساعدنا إن احنا نعرف ده. ده بالظبط موقع فرنسا. فرنسا كانت بتحارب كل الدول الكبرى جنبها عادي في حدود برية فتكسبها. لكن إنجلترا طبعا زي ما كلنا عارفين إن هي جزيرة. الجزر البريطانية دي اهتمت بصناعة أسطول قوي جدا هنا. ما فيش دولة تقدر عليه، اقوى اسطول موجود في هذا الوقت هو الاسطول الانجليزي. فبكل هدوء فرنسا لما تفكر تنقل القوات مش هتقدر، ده رقم واحد. رقم اتنين موقعها بعيد، فاذا فرنسا ما تقدرش تضربها بطريق مباشر في عقر دارها. فقالوا احنا نعمل حل تاني. ايه الحل؟ هم فكروا مع نفسهم، قالوا هي قوة الدولة فين؟ بصوا شباب، مبدئيا كده اي دولة في العالم عشان تقوم لازم يكون عندها رقم واحد اقتصاد. انت لو عندك اقتصاد قوي تقدر تنمي اي مجال، سياسة، جيش، تجيب اسلحة، تجيب جنود، تبني اسطول براحتك خالص، مفيش مشكلة. طيب هو قوة انجلترا فين؟ زيها زي هولندا، قوتها في الهند هنا. فراحوا دول فكروا بنفس الفكرة اللي فكر فيها لويس 14، ان هو يعمل ايه؟ يقطع الطريق في مصر، فيقطع الطريق ما بين انجلترا وما بين الهند. اقتصاد انجلترا يقل، موارد انجلترا تقل، فيقل اقتصادها تعرف تضربها. لغايه هنا الموضوع كان ماشي كويس جدا. بس السؤال هو مين القائد؟ القائد نابليون اختلف اختلاف كبير جدا مع الحكومه الفرنسيه. دول قالوا احنا نضربه في عقر دارها، وهو قال لا نضربها بطريقه غير مباشره. وفعلا هو اللي كسب، كلامه هو اللي مشي. لغاية هنا عزيز الطالب احنا مشينا ورا فكرة تتبع ازاي فرنسا جت تاخد مصر، حتى المرة الرابعة لما فكرت تبدأ فيها عرفنا الموضوع مش ازاي. لكن السؤال الأهم، هي فرنسا لما فكرت تعمل ده فكرت وقالت للجنود ايه؟ هل الفكرة كلها ان فرنسا يدوب خلاص تقطع الطريق وخلاص؟ لا، ده هم عندهم اكتر من سبب تاني قوي جدا يعملوا فيه ده. وهو واحد، ده هم هيعملوا مستعمرة فرنسية في الشرق يكون مركزها مصر. يعني دي مصر اهي، او لو على الخريطة هنا ادي مصر، هم لما يحتلوها هيقدروا يحتلوا بلاد في الشرق، شمال الشرقي، في الغرب، في الجنوب. دي مستعمرة، دي النواة بتاعتها، دي البداية بتاعتها، هم هيبدأوا من هنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، فرنسا كانت ماشية بمبدأ غريب، قالت اللي خسروا قدام انجلترا اعوضه من مصر. يعني هي هتعوض ما فقدته امام انجلترا في الحروب، لان كل حرب كانت بتخشها بتخسر موارد وبتخسر جزئيه. فدي كانت نقطه مهمه جدا، ده غير طبعا طريق التجاره. طريق التجاره ده كان نقطه مهمه، ده كان بالنسبه لنا كده حاجه حلوه، بس كانت قلبه بمشكله كبيره علينا. فلغايه هنا دي الافكار بتاعت مين؟ بتاعت فرنسا. وانجلترا لغايه دلوقتي ما تعرفش ان فرنسا بتفكر في الموضوع ده نهائيا.
كده يا صديقي الطالب احنا عرفنا ما هو طريقة تفكير انجلترا وفرنسا في هذا الامر. نيجي للجزئية الثانية. صديقي الطالب انا بس عايز اقول لك على معلومة مهمة. انت لازم تركز كويس جدا في المعلومات اللي احنا بنقولها. لان الفترة الجاية مش هتتسأل هي انجلترا ضربت فرنسا ليه؟ او فرنسا جت عندنا ليه؟ مش هيسألك كده خالص. هنعرف دلوقتي او كمان شوية ازاي تيجي طريقة الاسئلة. عشان كده انت لازم تركز كويس جدا في كل كلمة بنقولها. مبدئيا احنا هنطلع لنقطة اهم. ما هي احوال المجتمع المصري الذي واجه الحملة؟ ايه المشكلة يا مستر؟ ايه فايدة الكلام ده؟ ليه المنهج حاطط لي النقطة دي؟ انت ممكن تسأل نفسك سؤال مهم، هم المصريين واجهوا الحملة ولا لا؟ هيقول لك المصريين اتغلبوا في كل المعارك. ايه ده؟ هو احنا كنا ضعفاء للدرجة دي؟ ما هو انت عشان تفهم ايه اللي حصل لازم تعرف الأحوال. فلذلك واحد لمعرفة الفروق بين المجتمع الفرنسي والمجتمع المصري، عشان دي نقطة مهمة. رقم اتنين، تطوير الأحداث. لا ده الأحداث دي مهمة جدا جدا جدا، لأن أنت لا تعرف دلوقتي إن المماليك حاربوا أكتر من معركة بالسيوف، ما أنت لازم تعرف إن إحنا قوة المماليك اللي عندنا ما وصلتش للأسلحة الحديثة، فطبيعي إن هي تحارب بالإيه؟ بالسيوف، فده من هنا يجي تطوير الأحداث. فأنت كشاب مصري كشاب عربي لما تقرأ بعد كده التاريخ وتلاقي الأحداث ماشي كده، تعرف إن الناس اللي كانت موجودة ساعتها كان عندها حق، ما عندهاش إمكانيات. طيب دي أول نقطة. النقطة الثانية بقى، واحدة واحدة كده، إيه أحوال مصر؟ أنا عايز أقول لك وبكل أسف كانت معظم الأحوال سيئة جدا جدا جدا. لذلك الأحوال اللي عندنا فيها أكتر من قسم. القسم الأول هو الأحوال الاقتصادية. عزيزي الطالب أول ما تسمع كلمة أحوال اقتصادية في طول منهج التاريخ في الثمان فصول يحضر في ذهنك ثلاث كلمات، زراعة صناعة تجارة. في الثلاثة تعرف تلقائيا أول ما هيفتح النقطة دي تلقائي هيفتح ثلاثة دول. مبدئيا رقم واحد الزراعة كانت سيئة. ليه؟ لأن أول ما مصر كانت أصبحت ولاية عثمانية، السلطان اللي مسك مصر قال لك إن الأراضي ملك للسلطان، خلاص لم يستطيع أي أحد من الفلاحين أن يمتلك أرض. ده مش بس كده، ده كان بيزرعها بحق الانتفاع. يعني إيه؟ يعني ينتفع بيها، ينتفع بيها يعني ما يملكهاش، لا ما يقدرش يملكها ولا يورثها ولا يأجرها، ده يدوب ينتفع بعد ما يدفع الضريبة إنه يشتغل فيها. والله ماشي مش عايز براحتك. فالفلاح ما كانش قدامه حرفة كتير، لأن زمان كانت أهم الحرف هي حرفة الإيه؟ هي حرفة الزراعة. فلذلك كان مضطر ان هو يشتغل بالنظام ده. دي اول مشكله قابلته. ده في مشكله اكبر، وهو ان العثمانيين جمعوا الضرائب بنظام الالتزام. يعني ايه الالتزام؟ هو ان يقوم شخص اسمه الملتزم. الملتزم ده بيدفع الضرائب مقدما للحكومه ويجمعها اضعاف من الفلاحين. ازاي؟ هو بيدفع للحكومه مقدما ويضيف عليها بعض الضرائب ويروح للفلاح اللي كان بيدفع 200 جنيه لا يدفع 500. إذن الفلاح كان بيعاني من سوء الضرائب. ده نقطة، ده النقطة الأهم في سوء المعاملة لما كان بيجمع الضرائب دي. فلذلك الفلاح اتضر أول مرة في الانتفاع، في المرة الثانية الالتزام. ده الملتزم كمان كان بياخد أراضي هدية اسمها أراضي الوسية عشان بيساعد الدولة العثمانية في إنه يجمع الضرائب. سؤال بيني وبينك وما تقولوش حد، هو ليه العثمانيين لجأوا للنظام ده؟ ما هم كانوا ممكن يجمعوا الضرائب دي اضعاف مع نفسهم من غير ما يلجأوا للراجل ده. فكر كده معايا ثواني وقول لي ازاي الالتزام ان شخص يستفيد والعثمانيين ممكن يستفيدوا اكتر. فكرت؟ انا هقول لك. هنا العثمانيين اصبحوا دولة ضعيفة، بدأت قوة العثمانيين تقل، فلذلك لجأوا للحل ده عشان يريحوا دماغهم. هم مش قادرين يسيطروا، فعملوا ايه؟ قالوا خلاص تعالى شخص انت اجمع الضرائب براحتك زي ما انت عايز، بس اديني فلوس في الاول. فلذلك النظام ده كان عبء على الفلاح. الاهم من ده ان فوق كل ده الفلاح الغلبان كان بيلاقي اهمال من الملتزمين في الارض.
يعني لا في اهتمام لا بالسدود ولا بالجسور ولا بالترع ولا بالقنوات، ما فيش اي حاجه. فلذلك الفلاح كان مضرور من جميع النواحي. اذا كتير من الفلاحين عملوا ايه؟ سابوا الارض وهاجروا مشوا. فلذلك الزراعه مالها؟ تدهورت. نيجي للنقطه الثانيه، احوال الصناعه. في الصناعه صديق الطالب، مصر بقت مكان للصناعات البسيطه. احنا لسه بنستخدم الحرف اليدويه، لم نوصل الى الالات زي اوروبا. دي نقطه، خلاص احنا عندنا لسه بنشتغل بايدينا بطريقه قديمه، يعني الصناعات اللي عندنا كلها بسيطه. رقم اتنين، احنا كان عندنا نظام سيء جدا اسمه نظام طوائف الحرف. ايه طوائف الحرف ده؟ ده اولا النظام ده معلومه ليك اتلغى في اوروبا لانه لم يجدي ثمار، ما مش هيؤدي لاي نهضه. فيعني ايه الاول طوائف الحرف؟ ان كان كل منطقه فيها حرفه معينه بس كان ليها شيخ القبيله او شيخ الطائفه ده كان اكثر المستفيدين. باقي الصناع كان الاستفاده عندهم قليله، فلذلك الصناع اهملوا الصناعه، ما بقاش فيه ايه؟ ما بقاش فيه انتاج. طبعا الزراعه والصناعه بديهيا ياثروا على التجاره. بس انت التجاره عندك كم نوع؟ زي ما هي من السنين اللي فاتت، يا اما داخليه يا اما خارجيه. الخارجيه دي نتكلم فيها الاول عشان هي اسهل. اولا الخارجيه بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. ما عندناش تجاره كتير بتعدي من عندنا، فما فيش ضرايب بتعدلنا زي الاول، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا بعد اكتشاف هذا الطريق بنتعامل مع دول قليله. زي مين؟ زي دوله السودان، الحبشه، اليمن، جزء من البحر المتوسط بس. لذلك الحاجتين دول مخليين التجاره عندنا ايه؟ التجاره ضعيفه جدا، فالخارجيه قلت الامور بتاعتها. طيب والداخليه؟ لا الداخليه دي كانت سيئه جدا جدا جدا. اولا مفيش الامن والامان. في اختلاف في المكاييل والموازين. في غارات البدو المتلاحقه. في الصراع بين الفرق العسكريه. واحده واحده. اولا مفيش امن وامان، ما كانش في حد بيقدر يفتح تجاره ومطمن عليها على طول. كان في كتير من الاوقات كان بيتخذ منه تجارته ومفيش حكومه تجيب الحق. الامن ما كانش موجود. رقم اتنين، اختلاف المكاييل والموازين. تلاقي ناس بتبيع هنا بطريقه وهنا بطريقه تانية. فعشان كده لما نطلع للفصل التاني ويظهر لنا العظيم محمد علي ويطبق علينا الاحتكار اللي هو بيساوي بين جميع الناس في كل الاسواق، المصريين حالهم طلع. رقم ثلاثة، غارات البدو المتلاحقة. مجموعة من التجار جايبين بضاعة من الخارج، فإيه اللي بيحصل؟ هم ماشيين في الطريق يطلع عليهم غارات البدو يقتلوهم وياخدوا التجارة. فدي كانت مشكلة. إلى زائد كتير من الصراعات بين الفرق العسكرية أدت إلى مصايب. كل يوم في الأسواق كان في مشاكل كبيرة. إذا لا في تجارة داخلية ولا في تجارة خارجية. بص بقى صديقي الطالب، كل ده مشكلة، وفي مشكلة أكبر صنعها السلطان العثماني. إيه المشكلة اللي عملها بوظ بيها التجارة؟ هي أمر اسمه الامتيازات الأجنبية. تعرفها في المنهج إن هي منح وعطايا أعطاها السلطان للتجار الأجانب في مصر. ده التعريف. طب إيه شرحها؟ إن السلطان العثماني إدى امتيازات للتجار الأجانب يبيعوا زي ما هم عايزين. طب والمصريين اهمل امورهم؟ يعني المتحكم في الموضوع مين؟ التاجر الاجنبي. طب والتاجر المصري ملهوش اي امر خالص. فده زود الموضوع ايه؟ زود الموضوع سوءا. اذا احنا اتكلمنا في الحاله الاقتصاديه ولقينا زراعه تدهورت، صناعه ومش موجوده، تجاره وامورها متدهوره، لذلك الجانب الاقتصادي سقط من احوالنا. فانت متخيل دوله بتواجه دولة تانية متفتحة وعندها آلات وعندها اقتصاد وعندها حرية، عشان الثورة اللي أعلنتها وألغت فيها النظام الملكي وأقامت النظام الجمهوري جاية تحارب دولة ما فيهاش اقتصاد أصلا. فلذلك ما تلومش على المصريين إن هم اتغلبوا في معظم المعارك زي ما هنعرف دلوقتي. إذا ده أول جانب، وهو الجانب الاقتصادي.
تاني الامور، وده امر مهم جدا، وهو الامر الاجتماعي او الناحيه الاجتماعيه. احنا هنعملها كالعاده كده، الجانب ده هنقسمه اتنين، طبقه حكام وطبقه محكومين. طب ماشي، دي سهله، دي ما فيهاش مشكله. لا، ده في فروق كبيره. اولا الحكام يا اما كانوا مماليك يا اما كانوا عثمانيين، وهنعرف ليه. اما المحكومين دول طبعا زي ما انت تحسب باقي الطبقات، صغار التجار، صغار الصناع، عامه الشعب، العبيد، الحرفيين، كل دول. بس كان في حته كده محكومين، بس جزء مميز. مين دول؟ دول العلماء والمشايخ. ايه المميز فيهم؟ اولا كان ليهم قيمه دينيه وعلميه كبيره، ده رقم واحد. رقم اتنين، معلومه مهمه ضيفها لمعلوماتك، ان هم كانوا همزه الوصل ما بين الحكام والمحكومين. ازاي همزه الوصل؟ الحاكم مثلا فارض ضرائب كتيره، المحكومين مستائين جدا من الموضوع ده ومش قادرين عليها، فبيتوسطوا للعلماء ان هم يتوسطوا عند الحاكم عشان يقللها. والامر معكوس، الحاكم لو لقى في ثورات كتيره من المحكومين ما يروح لهمش، يكلم العلماء والمشايخ ويقول لهم قللوا هذه الثوره ويقللوا. فهم كانوا محكومين، بس همزه الوصل ما بين الاثنين دول. الحكام دول كانوا بيعيشوا القصور، مظاهر الطرف، كل حياه الغناء اللي انت شايفها. اما المحكومين كان انت زي ما انت عارف ان كانوا بيعانوا من سوء المعامله ومن سوء الاقتصاد، لان الاقتصاد مش موجود عندنا، فكانت مشكله كبيره. لذلك الامر كان سيء جدا على المجتمع المصري. طيب انت متخيل بهذا الامر زائد الامر الاقتصادي اللي احنا شرحناه، هنلاقي ايه؟ انت هتلاقي في الحياه العلميه والثقافيه، هل انت متوقع ان في حياه علميه وثقافيه؟ لا طبعا. كان الموضوع سيء لدرجه ان العلم كان مقتصر على بعض الاماكن الصغيره زي المساجد والكتاتيب، ودي لوحدها لا. نعمل ايه؟ نعلم في المسجد الكتاب زائد العلوم العقليه. تلاقي الشاب ناضج متشبع من الجزئين، لكن جزء واحد يعمل مشكله، حتى لو كان ده لوحده يعمل مشكله، الاثنين مع بعض يعملوا شخص ناضج من جميع النواحي. ده ما كانش موجود عندي، وده ما كانوش كل المساجد والكتاتيب كمان، فكانت مشكله. لذلك المصريين ساعتها اتعمل عليهم شبه حصار كده، حصار قفلوا علينا الدولة، بقينا عندنا أكبر كمية زي ما بنقولها كده الجدل والشعوذة، الحاجات اللي أنت بتسمعها كده الغريبة، اعرف إن هي طلعت أيام العثمانيين بسبب كمية الجهل اللي كانت موجودة. لذلك إحنا كان عندنا المصريين مين اللي ماسكنا سياسيا؟ مين اللي ماسكنا سياسيا؟ أولا العثمانيين لما مسكونا من أول عام 1517، هي دي مش عندك في المنهج بس أنا بضيفها لك عشان السادة المتابعين وعشان كل الناس اللي بتتفرج، دي مش عندك بس أنا بعرفها لك. لما سليم الأول دخل مصر وأصبحت مصر ولاية عثمانية. طيب إيه الفكرة؟ العثمانيين لما مسكونا اخترعوا نظام، نظام حكم بيتقسم ويتجزأ ما بين الوالي والديوان والمماليك. الوالي ده نائب عن السلطان، انا السلطان العثماني قاعد في تركيا عادي جدا، وعندي مجموعه من الولايات، ببعت شخص يبقى نائب عني يقود الدوله دي. رقم اتنين الديوان، دي مجموعه من العلماء والمشايخ بس ليهم سلطه كبيره، اني لو لقوا الوالي سيء في اي امر يعزلوه فورا. اما المماليك، ودول اللي احنا بنسميهم البكوات، جمع كلمة بك، ودي نقطة مهمة، دول كانوا ماسكين الأقاليم. لغاية هنا مفيش مشكلة. بيقول لي أنت كطالب، أنت شايف النظام ده كويس ولا وحش؟ طبعًا أنت عشان مش عارف لسه باقي الأحداث، هتكتشف إنه ممكن يكون كويس، إلا إنه كان نظام سيء جدًا. كان سؤال كده عندنا بالنص، يحمل النظام العثماني في ثناياه، يعني في داخله عوامل فشله. فاشل. ليه؟ اولا الوالي ده كان بيمسك من سنه لثلاثه. يعني ايه يا مستر؟ واحده واحده. انا دلوقتي عينت حد من الولايه. الوالي ده قعد كويس لمده سنه بسيبه الثانيه. لو قعد الثانيه كويس تمام. لو الثالثه كويس او وحش بمشيه. ليه؟ ما كان كويس. لا، عشان ما ينفردش بالحكم
وطبعا انت خدت المعلومات دي قبل كده في ثالثه اعدادي. فاذا الوالي قال لك انا هقعد 3 سنين كده كده، فانا مفيش تكمله، فانا مش لازم اصمر، مش لازم ازود، انا يا دوب امسك الدوله وابعت كل الهدايا والفلوس للسلطان، هيسيبني 3 سنين كويس او وحش همشي. فدي كانت مشكله كبيره. الى زائد زياده سلطه الديوان والحاميه. الوالي حس ان مش هو النائب، انت مديني سلطه اعلى من سلطتي، مين فينا الافضل؟ دي كده مشكله. فلذلك النظام ده ايه؟ النظام ده فشل. واكبر دليل هي حركه علي بيك الكبير. بص، علي بيك الكبير ده، وده طبعا شخصيه مشهوره جدا في التاريخ، كان هو كبير المماليك، استغل حروب الدوله العثمانيه مع روسيا. وركز لي بقى في المعلومه دي عشان احنا هنعرف ازاي نتعامل معاها مع النظام الجديد. حرب ما بين الدوله العثمانيه وروسيا، فالسلطان العثماني مش فاضي لامور مصر، فاستغل هذا الرجل هذه الحرب وعمل ايه؟ جمع رجالته، جمع المماليك، وطرد الوالي والديوان، وعادت مصر دوله مملوكيه. وجاب قائد جيش قوي جدا اسمه محمد بك ابو الذهب. لغايه هنا الموضوع كويس. السلطان العثماني خلص الحرب لان مصر اتخذت منه ورجعت مملوكيه، لجا الى اوحش او بمعنى صح اقذر سلاح في الحروب، وهو سلاح الخيانه. راح لقائد جيش محمد ابو الذهب، قائد الجيش بتاع علي بيك الكبير، وقال له لو قتلته تبقى انت كبير المماليك، انت اللي تسيطر، محدش هياخد البلد دي الا انت. وفعلا مشي بكل هدوء وراه والدنيا تمام وزي الفل. راح قتل علي بيك الكبير، ورجعت مصر تاني ولايه عثمانيه تحت قياده محمد ابو الذهب كشيخ البلد، ثم بعده ابراهيم بك ومراد بك اللي هنلاقيهم في الحروب. اذا صديقي الطالب، انت كده قدام نقطه مهمه من احوال مصر اللي هتواجه الحمله. فدي كانت مشكله كبيره بالنسبه لنا، ان احنا هنواجه مجتمع متقدم بهذا المجتمع اللي احواله بسبب الدوله العثمانيه رقم واحد، ودي نقطه مهمه. الدوله العثمانيه كانت سيئه في الاداره في فتره مصر، فلذلك المجتمع اللي جاي واجهني كان افضل مني في جميع الامور. فايه النتيجه مستر احمد؟ ان انا لما افتح الحروب كل حاجه هتتغلب، احنا هنتغلب فيها عشان خاطر ما عندناش اي موارد. جميل، تمام كده. احنا هنتكلم في جزئيه صغيره تاني ونبتدي نحل اسئله علشان نشوف هنتعامل معاها ازاي. اولا الحمله الفرنسيه حضرت نفسها جايه من فرنسا الى مصر. الحمله خرجت سرا ثم اتحركت من فرنسا عادي جدا وبدات تتجه الى الاسكندريه، بس قبل ما توصل عندنا عدت بجزيرتين، جزيره مالطا ثم جزيره كريت. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد جزيره كريت نابليون ارسل الينا مجموعه من السفن صغيره معاها رساله. الرساله دي محتواها بيقول ان الراجل جاي يخلص مصر من خطر المماليك، وان هو دايما بيفضل الدوله العثمانيه. احنا كمصريين كان قدامنا مستر احمد حل من الاثنين، يا يعني نوافق على كلامه وهو راجل فعلا صادق وطبعا هنقول له اتفضل، يا اما هو راجل محتل وهنقاومه. ففعلا اول ما وصل بدات المقاومه على يد محمد كريم. المقاومه وقعت على عتق اهالي الاسكندريه، عشان من هنا يبدا اللعب، لا عثمانيين ولا مماليك، احنا اهل اسكندريه بتوعنا هم اللي وقفوا بزعامه محمد كريم. لكن اتقبض عليه، اتحط في السجن لمده شهرين، وفي سبتمبر تم اعدامه رميا بالرصاص. ده رقم واحد. ثم كملوا هذا الوقت وطلعوا الى شبرخيت، لقوا اول جيش من المماليك واقف. جيش المماليك ده واقف وحارب فرنسا، المماليك بقيادة مراد بك ضد فرنسا بقيادة نابليون. احنا بنحارب واحد معاه مدافع واسلحة حديثة، واحنا لسه بنحارب بالسيوف. فهو انتصر بكل هدوء. الجيش اللي تبقى مع مراد بك ما استسلمش، قال لي ايه؟ قال انا هرجع ادافع. رجع لغايه لما لقى جيش في امبابه واقف. الجيش ده كان واقف
بزعامه ابراهيم بك، فانضم اليه مراد، بقى هما الاثنين ضد فرنسا بقياده نابليون، وبرضه اتغلب. بس المره دي في ملحوظه مهمه، ان هذه المعركه بتحمل جزء مهم، ان ابراهيم بك خد الولي العثماني وهربوا للشام، مشوا سابوا البلد، مش مشكله بالنسبه لهم، عكس مراد الوطني. مراد ده مكمل معانا بالرغم ان هو خسر، مكمل معانا لاخر الفصل. مراد قال لك لا مش هستسلم، انا هروح الصعيد اكون جيش تاني واجي وهرجع تاني للمقاومه. اذا لغايه هنا الفرنسيين خلصوا كل القيادات، اتبقى لي مين؟ اتبقى لي القاهره. في القاهره دخلوا دون مقاومه، يا مستر احمد ما احنا كل الجيوش اللي عندنا اتغلبت. هنا في شبراخيه اتغلبوا، في امبابه اتغلبوا، جم يخشوا القاهره ما لقوش مقاومه، استلموها بكل استسلام، ما فيش اي مشكله خالص. اذا ده الجزء الاول من فصل الحمله الفرنسيه، احنا هنحل عليه. خد بالك احنا لسه قدامنا الوقت طويل، نشرح براحتنا، تاخد كميه معلومات مهمه تستفيد بيها ونحل عليها، والمره الجايه هيبقى عندنا التكمله مع مجموعه من الاسئله. اتفضل يا مستر. ماشي. قبل ما نشوف كده الاسئله اللي حضرتك محضرها لنا، يا ريت انا عايز اعرف بس ايه الفرق بين المنهج التاريخ القديم من حيث الاسئله. تمام. يعني كله بيتكلم دلوقتي على الاسئله بالنظام الحديث، حلو جدا، اللي هي معتمده على الفهم، معتمده على الفهم رقم واحد، والطالب يتعامل معاها ازاي؟ بالظبط. اول حاجه صديقي الطالب، انا حابب بس اقول لك على معلومه مبدئيا كده، انت في فرق جوهري بينك وما بين الطالب لغايه السنه اللي فاتت. ايه الفرق ده؟ طالب السنه اللي فاتت كان مشغول شغل كبير جدا بان هو يحفظ المعارك والاحداث والتواريخ وكل حاجه، فكان شايل عبء طول السنه ان هو ينسى معلومه، فما كانش متمتع بالماده، ما كانش بيفكر في الماده، بيحفظ بس. فلذلك تلاقيه كان شايل عبء كبير. اما انت الموضوع عندك اسهل شويه. ليه؟ انت معاك الامتحان اوبن بوك، ده رقم واحد، باختلاف زي ما اجمع كل المدرسين، اذا كان ورقي او اذا كان تابلت، فانت في كل الاحوال اوبن بوك، يعني انت مش هتشغل نفسك بشكل كبير في حفظ كل هذه الاحداث وكل هذه الاسماء والتواريخ. افهم بس. تفهم بس، دي نقطه اولى. بس انت عندك عبء صغير، ان في بعض المفاهيم انت لازم تفهمها. يعني ايه مثلا الاستفاده في المجال السياسي؟ طب ايه الفرق ما بين كلمه السياسي والاستراتيجي؟ طب امتى اختيار يبقى مجال اقتصادي وامتى يكون عسكري؟ هنا بقى تكمن صعوبه النظام الجديد، انه هيفهمك في اختلاف في صيغه السؤال. بالظبط كده، وفي صيغه الكلمه. فاولا انت كطالب لازم في مفاهيم احنا هنشرحها من اول النهارده، هنبتدي نمشي معاك بيها واحده واحده، بحيث انت تعرف تفرق ما بين ده وما بين ده. اولا عم نطلب من مخرجنا الجميل ان هو يبتدي يلقي الضوء على، نشوف مع بعض الصفحه الاولى كده. الصفحه الاولى. ايش تفضل يا مستر. طيب اولا السؤال الاول بيقول لي، كان الهدف الاساسي من احتلال مصر للمره الرابعه عام 1798، ومديني اربع اختيارات، في كل اختيار جزئين، لازم يجتمع جانبين من دول في الاجابه، سياسي واقتصادي ام عسكري وسياسي؟ طب اقتصادي وعسكري، عسكري واجتماعي. اولا يا مستر احمد، في مشكله ان الطالب يقول لي ايه ده، دي الاجابات كلها شبه بعض. هنا يكمن الصعوبه، الفهم. الفهم. انت لازم تبقى مجمع معانا زي ما شرحنا في اول الفصل، ان نابليون قال هيستغل موارد مصر، فده جانب اقتصادي، هيعمل مستعمره فرنسيه، فده جانب عسكري، فيبقى الاجابه اقتصادي وعسكري. فدي نقطه مهمه جدا ان انت تعرفها كطالب، لازم تفرق بين المعاني دي. تمام. السؤال الثاني بيقول لي، اجتمع المؤرخين ان دراسه الطالب لاحوال مصر قبل قدوم الحمله اثر بالايجاب على الاجيال القادمه فيما بعد الحمله. طبعا، لانه زي ما قلنا في الاول يا مستر، هو عرف الطالب اولا تطوير الاحداث، فالطالب مش هيعيب على هذا الجيل اللي واجه الحمله في ان هو اتغلب بسهوله. فدي نقطه. تاني نقطه، لازم عرفنا الفروق بين المجتمع اللي جاي علينا وما بيننا احنا. فلذلك انا هنا المؤرخين فعلا اجمعوا ان هذا الامر امر مهم. نشوف مع بعض الصفحه رقم 2. رقم 2، احنا هنروح لمثلا السؤال رقم 4، لان السؤال الثالث ده لسه كنا نشرح جزء كبير بس لسه ما وصلناهوش. الرابع ده بيقول لي، كانت الدوافع نقط اللي جعلت مراد بك يتعاون مع نابليون في حكم الصعيد. اولا احنا برضو لازم نعرف ان مراد بك لسه هيتعاون مع نابليون الفتره الجايه، وهنعرف ايه اللي حصل. اني واحد من الدوافع دي
الدوافع ده احنا هنسيبه سؤال يا مستر للحلقه الجايه عشان خاطر الطالب يفضل متشوق معانا، و اوكي هنلقي على حاجه اهم. جميل. صفحة رقم السؤال 3. رقم 3، وده بقى هنا الطالب، انا بقول لك السؤال ده انت ممكن وانت بتحله تختلف مع نفسك في اكتر من جانب. السؤال رقم 6 مش 5. 6 بيقول لي كان التخطيط الفرنسي لاحتلال مصر عام 1798 يخدم العاملين سياسي واقتصادي، عسكري وسياسي، اقتصادي واستراتيجي، عسكري واجتماعي. انت ممكن تقول لي يا مستر احنا جاوبنا السؤال ده قبل كده وطلعت الاجابه عسكري واقتصادي، بس هنا في دروب كبير. ايه هو مستر احمد؟ ان في لفظ اشمل في التاريخ اسمه استراتيجي. يعني ايه كلمه استراتيجي؟ انت هنا وتقف شويه. كلمه استراتيجي هي الاستفاده في وقت السلم والحرب. يعني لو نابليون او غير نابليون من القاده هيستفيد من امر في السلم والحرب، يبقى الاجابه الافضل هي الايه؟ هي الاستراتيجي. يبقى هنا الاجابه هتبقى اقتصادي استراتيجي، لانه نابليون قرر الاستفاده من جانبين. طب افرض مش موجوده، يبقى سياسي زي ما احنا اخترنا او عسكري حسب ما تيجي، لكن استراتيجي هو لفظ شامل. تمام. نيجي للسؤال مثلا في صفحه، الصفحه رقم كام؟ في سؤال مهم انا عايز الطالب لو سمحت سيادة المخرج يجيب لنا صفحة 6. الصفحة رقم 6. اوكي. رقم 6 عشان دي نقطة مهمة. انت ظاهر قدامك دلوقتي. جميل. جدول مهم جدا. اولا المثلث ده بيرشح لي او بيقول لي الطبقات اللي كانت موجودة في فرنسا اثناء القيام. طيب بيقول لي حدد الرقم المساعد لقيام الثورة. ما قاليش القائم بالثورة. هنا قال لي المساعد. ايه ده؟ هو مين اللي قام بالثورة الأول؟ أنا الصراحة مستر لقيتها في كتاب الوزارة وفي المنهج، في كتاب الوزارة والمنهج، إن القائم هو الطبقة الوسطى، صح؟ يبقى اللي بيساعد عامة الشعب، يبقى الطبقة رقم 5 آخر واحدة عامة الشعب والعبيد. هتقول لي يا مستر ما ممكن يبقوا الاتنين متساويين؟ لا، طبقة العامة كانت طبقة ضعيفة الحيلة، عشان برضو وأنت بتقرا الأحداث تبقى فاهم. عامة الشعب كانوا قليلة الحيلة، فلذلك كان اللي بادئ هي الطبقة الوسطى بالتعاون بعد كده مع طبقة العامة، فلذلك هي العامة. السؤال اللي بعده بيقول لي هل تؤيد انها ثورة اجتماعية منذ بدايتها؟ طبعا اجتماعية، لان احنا قلنا في اول الشرح ان هي كانت عبارة عن اشتراك بين طبقات في المجتمع خالية من الاهداف السياسية او الوصول للحكم او غيره. ده هنا ايه؟ ما فيهاش تدخل سياسي، هي طبقات. يبقى فعلا اؤيد، لان هي بالاشتراك ما بين طبقات مهمة. اخر صفحه معانا صفحه رقم 9. لا نتكلم في في 7 عادي جدا. اوكي. اولا احنا عندنا هنا رسمه لطريق راس رجاء الصالح. هنا اولا دي اسئله ممكن تقول لي الحته دي مش موجوده بالنص في المنهج، بس هي قايمه على التحليل والاستنتاج اللي طالب بيه الوزير في المناهج. فقال لي اول حاجه انت قدامك صوره لاول طريق اللي اقام اكبر ضربه اقتصاديه لمصر، وده ادى الى انتكاسه ايه؟ هتقول لي احنا المفروض اقتصادية مش موجودة، لان هو كان طريق تجاري. وما ادى لايه؟ هو السبب الاول والاخير في تدور الاقتصاد، فضعفت الاحوال فاتغلبنا قدام العثمانيين. بص وداني السؤال لغايه فين. تاني هو اقتصادي مش موجودة، هو الاقتصاد ده اتدهور، فالسياسة عندنا مش موجودة، السلاح مش موجود، فلما جت العثمانيين انتهى ان احنا اتغلبنا عسكريا. بالظبط كده، وتحولت مصر الى ولاية عثمانية. تمام. السؤال اللي بعده وده سؤال بقى مهم جدا. العلاقة بين تلك الطريق واكتشافه وتحويل مصر إلى ولاية عثمانية، العلاقة إيه؟ بيقول لي عكسية أو طردية أو تناسبية أو تكميلية. بص يا صديقي الطالب، أنت ممكن تبص في السؤال وأول حاجة تقول لي طردية، عشان في توافق ما بين اللي عملوا الطريق وما بين الاحتلال، وأنا حابب أقول لك إن هي لأ. ليه؟ لأن في لفظ أدق وأشمل اسمه تكميليه. لانه لما وقع الطريق اتكمل الموضوع ان احنا اتغلبنا، فده لفظ اشمل. وخد بالك انت لو ما ركزتش في الالفاظ دي وفي المعاني دي انت ممكن تضيع سؤال سهل جدا، لان في معنى سهل موجود بس في معنى اشمل. ونتمنى في حاله النهارده ان احنا نكون في دقيقه واحده مستر توفيق كده رسائل سريعه للطلبه بتاعتك بالنسبه للوضع الجديد. انا حابب اقول لك اولا انت كطالب خايف من النظام الجديد عشان مستقبلك، وده حق، بس انت ما قدامكش حل الا مذاكرتك وان انت تحل كتير وان انت تتابع في شتى الطرق،
في كل المناطق انها تحل افكار كتيره جدا. لو حليت افكار كتيره في كل المواد وخاصه في مادتنا هتلاقي نفسك واصل لدرجه عاليه من التفكير. الموضوع دلوقتي يا مستر بقى اشبه بالرياضه. ان الرياضه كانت القاعده موجوده وبحل عليها نماذج، تمام، فايه اللي بيحصل؟ يبقى عندي اكتر من فكره انا حليتها فبوصل لاحسن طريقه. هو المنهج كده، لو حليت كتير هتوصل اسرع، مبني على الفهم اكتر يعني. بالظبط كده. شرفتنا مستر توفيق، ونتمنى نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله، وتمنياتي القلبيه بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.